أهلا بكم من جديد، ونتحول مباشرة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لمتابعة وقائع ولحظات وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض. وهذه الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحط رحالها في مطار الملك خالد الدولي في الرياض. طبعا منذ لحظات قليلة نقلنا لكم وصول العائلة السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى قاعة التشريفات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومعه أيضا الوفد الذي يستقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما. نحن الآن نتابع طائرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهي تحط في مطار الملك خالد الدولي. فهذه لقطة عامة للمطار. طبعا هناك الحقيقة ربما منذ قبل وصوله كانت هناك عناوين كثيرة تطرح وتوقعات كثيرة في إطارين وفي محورين كبيرين. المحور الأول هو ما يتعلق بشمولية الرحلة وما يطرح في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وأيضا هناك موضوع يتعلق بالعلاقات الثنائية الأمريكية السعودية. هناك نقاشات وأسئلة كثيرة، ونحن سنترك لكم هذه الصور لتضعكم وتتابعون لحظة وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ولكن ندخل بشكل سريع وتفصيلي لطرح كل التساؤلات التي ترافق بداية الرحلة من الرياض وإلى القاهرة وما المتوقع. معي الآن من الرياض الدكتور زهير الحارثي، عضو